أنا كامرأة فلسطينية بالمخيم أكيد واجهت العديد من التحديات. أول شيء مجتمعنا الذكوري أكيد يعني عدم المساواة ما بين الرجل والمرأة، عدم إشراكها بالعديد من بالحياة في مواقع القرار وصنع القرار، دائما بيكون نحن على جنب. يعني لأني عم بشتغل بالليجل سبورت يونت، يعني في تدريب لعناصر قوات الأمن وللضباط حول المعايير الإنسانية، فمن ضمنها إحنا بنقول دائما باستخدام الأسلحة على طول لازم يكون في تدرج، ومش لازم نبدأ باستخدام القوة استخدام الأسلحة النارية، لازم يكون في حلول حل سلمي وساطة. بقلب مخيم عين الحلوة المرأة إلها دور كتير كبير، وفعلا يعني إذا هي بتكون فاعلة ومشاركة بصنع القرار وهيك يتفادى المخيم كتير من العديد من الإشكالات الأمنية. بمخيم عين الحلوة قوات الأمن والقوة الأمنية ما فيها نساء مشاركة للنساء، وهذا بصراحة المشروع اللي أنا عم بسعى له ببداية العام الجديد إن شاء الله، بإشراك نساء بتدريب نساء وإشراكهم بالقوة الأمنية. تدريب الوساطة غير نظرتي لمشاركة المرأة بالشأن العام، لأنه أكد لي أنه لحتى مشاركة المرأة تكون فعالة هي بحاجة لمهارات بالتواصل تساعدها أنها توصل أفكارها بطريقة أفضل. رح نستعمل تدريب الوساطة بالمجتمع عبر نشر ثقافة الحوار الإيجابي، وعبر الدخول بوساطات لفك نزاعات قد تكون عائلية تجارية بين المؤسسات والمواطنين، مختلف أنواع الخلافات. استعملت مهارات الوساطة أثناء تطوعي بخلية أزمة كورونا، كنا كتير بحاجة لمهارات عالية من التواصل والإصغاء وفهم الآخر وإيجاد أرضية مشتركة لنقدر ننجز المهام اللي كانت علينا من صحية وبيئية وإنمائية، فكانت المهارات أساسية لحتى نوصل لحلول وننجز أعمالنا.